أحيت جمعية الأقصى مهرجاناً خطابياً وفنياً في مدينة مأرب بدعم من حديقة جرين سيتي، دعماً لغزة التي تتعرض لحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني منذ 10 أشهر. وفي الفعالية دعا رئيس جمعية الأقصى أحمد الرباحي أبناء اليمن إلى الوقوف بجانب إخوانهم من أبناء غزة من خلال جمعية الأقصى، والتي تقدم مشاريع إغاثية وصحية في قطاع غزة منذ بداية الحرب. كما أشاد بالدعم السخي الذي قدمته مأرب كأفضل محافظة يمنية قدمت الدعم المالي لأبناء غزة بالرغم مما تعانيه المحافظة جراء النزوح. جمعية الأقصى بالتعاون مع حديقة جرين سيتي اليوم تقيم هذا المهرجان، وذلك تضامنا مع إخواننا في غزة ونصرة لأهل غزة. ويأتي هذا المهرجان في سياق الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني. وجمعية الأقصى في اليمن تقوم بجهود كبيرة في هذا الموضوع، في جمع التبرعات وتوصيلها إلى إخواننا في غزة المتضررين من الحرب العدوانية الغاشمة التي لها أكثر من 10 أشهر. وقد ساهمت الجمعية في كثير من المشاريع الإغاثية في غزة في مختلف الجوانب.